ومن الألفاظ التي ترد عند بعض من الناس أن بعضا من الناس إذا أراد أن يدعو لشخص صنع إليه معروفا يقول له جعلها الله في موازين أعمالك. أنكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إن موازين أعمال ابن آدم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أعمالا صالحة وإما أن تكون أعمالا غير صالحة. ومن ثم فإن اللفظ السليم في مثل هذا الدعاء أن يقال جعلها الله في موازين حسناتك أو في موازين أعمالك الصالحة.